السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بحلقة جديدة من ARK Extension 4. بسم الله نبدأ. أوكي يا جماعة الخير، حاليا في أمامي اثنين أتوقع أنهم يكونوا من أخوة الديناصورات، لأنه حرفيا روضتهم وما جربتهم. ليش؟ لأنه حرفياً نحن وصلنا لمرحلة بمود سوبريم وبمود برايمال فير، مرحلة جداً جداً بتتطلب شغل وموارد وحركات كثير كثير يا جماعة. أوكي؟ فاللي سويته أني روضت برايم جيكانتوسورو ماكسيفيل وبرايم كونتروسوروس. أوكي؟ هاد يفترض أنه تانك وبرد الدمج، وهاد يفترض أنه أسطورة الدمج طبعا. ليش؟ لانه جيجا. فاللي حنسوي انه حناخذ هاد وحنجربهم اليوم، لانه اذا بندخل لهون لحنشوف اني مجهز جيش كامل من هون، ولحنواجه فيهم بوس البرايم اليوم باذن الله تعالى، ونفتح اغراض الاليمنتال يعني بتعرف عشان نبلش نروض. لانه باذن الله تعالى تعليماتكم اللي حننفذها لازم نجيب ديناصور اليوم، وهو ديناصور كيوت كثير كثير كيوت، لحنحوله لديناصور متوحش. يب، ما لا احرق عليكم، لكن نقول بسم الله ونبدا حلقتنا وشغلنا اليوم. اشتغلت على بوس، على الكبل بوس اللي هو الكايوس الصراحه. واللي في بالي اليوم اروضه اللي هو الكايوس. وين حطيت الكبلات انا؟ تقهم شنطتي صح؟ والله ما اعتذر وين حطيتهم. ايوه هذول 11 كبل. شايفين يا شباب؟ هدول اخذوا معي تقريبا كمية وقت بالهبل. ليش؟ لانه اذا نجي لهم نكتب كبل، تمام؟ شايفين عنا الكايوس بوس كبل، شايفين؟ بيحتاج ارتيفاكتات، بيحتاج بوس اسنس. طبعا البوس اسنس يعني فيكم تقولوا ايزي، لاني مدري ايش كسرت انا، عملت جرايند لاشي وهذا الاشي عطاني كمية اسنس. شوفوا 15000، لا والله مو 15، 154000 يا جماعة، شايفين؟ 154000. ما أدري منين جوني، لكن من ضمن الشغلات اللي فككتها جتني هاي الموارد، تمام؟ فلذلك اليوم لح تكون عنا حفلة بارتي. يس. الحلقة الماضية روضنا السبيريت وايفرن وروضنا هذول الكايوس مانتيك ثيرازينو والسبيريت جاينت بي. أحس إنه نحن متقدمين، الوضع جدا حلو، الحرب قريبة، أتوقع إنه نصورها يوم الأحد بإذن الله، رح تكون فكرة حلوة وجديدة، ما سويناها من قبل، وأتمنى إنها تعجبكم. أوكي، هلا حاليا خلونا ننطلق ونشوف إيش بدنا نروض. أول إشي لازم نروح نواجه البوس، تمام؟ وإذا بدنا نواجه البوس فلازم نروح على المنطقة اللي نفسها واجهنا فيها الشو، أتوقع السبيريت صح؟ يب، ناح بيت علي. وعلى طاري نسينا نشيك على بيت علي الحلقه الماضيه، فلا اشوف اروح اشيك على بيته اشوف ايش فيه ايش فيه ايش ما فيه، شو عنده شو ما عنده، عرفتوا شلون؟ لانه على حكي حمزه انه قال لي روح زور بيته لحمزه لصاحبك لشكيته. يا زلمه انا كل ما بدي ابدا تصوير بدي اتغيم الدنيا وتنزل مطر وتصير عواصف رمليه، ايش الحظ الابو كلب هذا؟ طيب خلينا نشوف ايش صاير معه. الله يستر الله يستر. ايون هدول مين؟ اوه حمزه محاصره العالي. اوكي توي فهمت. اوكي اساسا علي يعني ما ادري ليش عايش لساته صح؟ خدي خد ايون يلا قتلناهم كلهم، افترض انه يموتوا كلهم يعني، بس السبان بلوكر ما بخليني اشوف. اوكي قتلنا نص البشريات وباقي هدول، والله هدول اقوياء. شوفوا اعطيهم واحدة ثانية. خلينا نبعد. بدي ادخل اسرع البيت، في موارد حلوة. هدول اتوقع انه ما يمديني عليهم. مستحيل، خلوني اجرب بالله. اعطي واحدة اشوف هل يمديني اقتلهم. اتوقع انه ما يمديني. يمديني وبس. لا حاليا ما لي شغل معهم حاليا. والله قتلته، في شيء قتلته والله بليون مدري ايش. اوكي ما علينا خلونا نكمل. اي والله اهلين تبعت حمزه هذول يا جماعه. والله شكله هون حمزه كان مواجه بوس.
طيب ما علينا، خلونا نبعدنا هنا حبيبي، ما لنا علاقة. الله يسعدهم ويبعدهم، احنا ما لنا شغل معهم. هو صح كان انا فيني استعين فيهم، لكن ما احتاجهم الصراحة هلا، يعني عندي جيش وبدي اختبر قوة جيشي. طيب اتوقع ان هذا المكان مناسب جدا. خليني انزل جيشي، اضبط اموري، ونبدا مواجهة اسطورية حتكون. خلونا نجرب دمجهم اول، ايش رايكم؟ والله بدي اجرب دمجهم. تعال جيجا تعال. اوه 1 بليون، حلو 1 بليون الهيلث يا جماعة، حلو حلو. 12 مليون، 12 مليون و 200، حلو. طيب والثاني، والثاني هذا يعني المفروض انه عشبي فيطلع اقوى من غيره، يعني يفترض انه يطلع اقوى من غيره. طيب كليك يمين، كم؟ مليونين. كليك يسار، 8 مليون. اوه 12 مليون. اوكي قوته من قوة الجيجا يا جماعة. والله اني طفيت بترويضات، والله اني طفيت ترويضات. طيب خلونا ننزلهم هدول يكونوا خط اول. هيلثن عالي، هذا لسه انا رافع فيه 50 ليفل بالدم بالهيلث، يعني لو حاطط بالدمج زيادة كان لسه بوصل اكثر، بس انا بدي اوصل لهيلث اكبر عشان يكون في يعني يغبوا دمج شوي قدام البوس. حلوين، هلا جيسي صار جاهز، نحطهم كلياتهم على التاج ماي تارجت عشان اول ما ينزل البوس يفشخوه. اوكي نجيب اغراض البوس، بسم الله نحطه بوش مباشرة. لا لا اي انت والله خليك خليك، مين تحرش؟ مين تحرش؟ يا زلمة قديشك بايخ. يلا خلينا نحطهم هدول، نقول بسم الله، نبدا بتير البرايم. يلا جيشي تعالوا لهون، يلا جيشي، يلا جيشي تعالوا لهون. اجتماع اجتماع. اوكي جيجا خش عليه، خش عليه. اوه الدمج والله جاب اجلهم. طيب انا بقدر انزل عادي، كنترول سي عشان يكون عنده وجه يستلمها. ممكن تقتلوه؟ اوكي ايزي ايزي بيزي. 500 مليون والله عن جد ايزي. بس ايش هو ريكس صح؟ يب ريكس شكله حديدي، والله غطوه ما شفناه. بس شوفوا والله صاملوا، والله صاملوا. ماتوا دنك؟ لا والله ما ماتوا، والله والله انه فخمين قسم بالله. وربي نازلين فيه دعس دعس دعس. اوكي ايزي، وهي خلصنا. عم يدمجهم 4000 لسه لو عليهم، مدري 4 ملايين، ما ادري اتوقع 4 ملايين لسه لو عليهم. شو اسمه اعلى يعني السد الاعلى كان هذا احلى. موت الكم بس. يلا حبيبي يلا حبيبي، جيب 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 الدب، جيب هيدا الدب. اوكي كيفكم؟ الله يعينكم اساطير العالم. اوكي ما نزل اشي على فكرة، ما نزل اي اشي، بس اعطاني يب اعطاني هاي وثلاثة برايم بوس سكيل، اعطاني هدول تنتين. طيب ممتاز ممتاز هذا الكلام. طيب هسه لازم نبلش نروض. ايش هذا؟ يا عيني جيت والله جابك، تعال 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 فري، بس جيت والله جابك حبيبتي. ايوه ننزل لو تكلع على رواق. ايوه تعال حبيبي اعطيني. ايوه هذا اللي بدي اياه، بدي البون اليمنتال بون. اوكي على البيت بسرعه، لازم نبلش نصنع اغراض ونصنع الكبل ونصنع الدارت وهي الامور وننطلق. طيب حاليا عندنا 40 طلقه من الفروست، اتوقع انه تكفينا تمام. وجبت 20 كبل انت سويت، ومغير شكلها هاي تبع الاليمنتال الوردة الصراحة، شوف صايرة صفرة، كان اتوقع لونها برتقالي او شيء، مغيرها والله مغيرها، بس مو مشكلة اسرع من حياتي انه تنبت، فلذلك مو مشكلة. كنت بدي اسوي البرايم الفخ صراحة، بس قلت لا بلا خلاص خلينا نروح نروض ونروح نشوف لنا جربوع فروست جربوع تمام، نروضه
ونشوف ايش بيتطلب لحتى انه نطوره ونجيب النيوكلير فيروكس. يا جماعة نيوكلير فيروكس بيني وبينكم ماني عارفان اذا الليفل هو بيفرق وقت الترويض، بس المفروض مني اني اجيب كم تور برو؟ 6 مليون. بيعمل علي اجرو ترى، والله شكله حيعمل اجرو، فخليني طاير. في حوالينا اشي؟ اوكي ما في حوالينا اشي خطير. واتوقع طلقات الفروست تعطي توربر عالي. ضيعنا اول طلقة، سبحان الله كالعادة. ايوه 800 الف. اوكي اهدى اهدى اهدى، تحمل 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 تحمل، الله يرضى عليك يا شو اسمه. اوكي نوم، لسه بده طلقة. ايزي اشيخ، خلصنا. هي طلقة كلها. ايوه بس 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 بس، انتو ممكن تجوني شوي؟ ايوه فكرتك حتضربه. ايوه بس لا تعمل لي مشاكل، الله يرضى عليك. كود حبيبي انت الكبرين تبعك. حلو هاي التطويرة ايفوليوشن اسنس. اوكي اليمنتال بونز جبناه. النيوكلير فيروكسول والله ما ادري، يمكن عندي اياها يمكن ما عندي اياها. اتوقع بتذكر عندي واحدة مثلها. وا ايفوليوشن اسنس، والله لازم نشوف ايش ايفوليوشن اسنس. اوكي بتجرب، خلينا نجربه معناتها بما انه هون في ديناصورات هفيفة. تعال شوف هذا الفيبل. 36 الف. كليك يمين سي اكس، ما في شيء. اتوقع ما منه رجاء الصراحة، بس حلفله لانه بدنا نطوره فمنلفله. قوم قوم. كم وصل هيلثه؟ 500 مليون؟ والله ممتاز صراحة. تعال نشوف. اوكي 400 الف. نت باد، خلينا نجرب ناخده بقى. شوفوا شوفوا وين بيشلفني هذا البوت اللي لابسه انا. تعال تعال. طيب عود هلا لك. اطلع اطلع من تحت الارض، اطلع شوف وين حيشلفني هلا. طيرنا على الماب الثاني. يا حول ولا قوة الا بالله. طيب اول شغلة خلونا نشوف الاسنس مو هون، الاسنس هون. ايفوليوشن اسنس، اوكي بنقدر نسوي. كم وحدة حيحتاج هو؟ اوه صح، خليني اشيك على شو اسمه. اسنس بده 10، اوكي ما ادور عليه هون. والنيوكلير فيروكس ان يو، حلو 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 حلو، ممتاز. طيب هسه نسوي الاسنسات. ممتاز نبدا نسوي 10. سويت 100 سويت 100. اوكي مو مشكلة، جبنا العيد شوي بس مو مشكلة. حلو هسه ايش رح تحتاج يا صديقي العزيز؟ تفضل هدول التنتين، ولا نحتاج نسحب له كمان هيك. حلو صار عندي كل موارده، جيب لي اياهم لهون. قل له تعال معي انت. تعال تحت سريع سريع قبل ما يخرب اي بلد. وي ليتس جو ليتس جو، والله متحمس اني اجربه يا جماعه، قسما بالله متحمس. ممكن تطلع فوق الارض مشان ما يصير مشاكل هسه وتكلتش. وي يا الليل، شو بقول لك المثل يا مستعجل وقف لقلك. خد هدول. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحماس الله الحماس. يلا 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 اعطيني 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 من الدهب. هلا والله هلا والله. ليش شكلك كرتون؟ اي اي يا ابوي من انت؟ بدي اركبه. اي والله اوه والله لا يطلق خرافي. تعال تعال نشوف اذا في لك سدل. تعال اوكي في روكس. حلو بده نيوكلير هايد. اوكي انا عندي نيوكلير هايد، ما عندي. اوكي بنقدر نجربه بدون هايد. طيب خلونا ننطلق بسرعه.
اول اشي قبل ما نجربه لازم نروح نروض شوف لنا دودوريكس ونروح نروضه. طيب دودوريكس كايوس دودوريكس كايوس دودوريكس كايوس دودوريكس وينه وينه اوه في لا هذا كايوس دودوريكس حلو في 600 ممتاز 36 50 36 50 الثلج اوكي ليتس جو اوكي انا حاليا على 36 50 هيك اتوقع ياب ممتاز بسم الله هلا والله اوه اهلا نهبت حمزة طيب اسمع بما انك هيك قاعد شكلك مرتب طيب مبسوط خد هاي خلينا نقعد انا وياك هيك ننبسط على رواق كمان انت بتنبسط وانا بنبسط والشباب كلهم بينبسطوا في عنا غوريلا هون لازم نخلص منها اي هلا والله اي يا حمش ادري تقولي الدراجون اقوى كايوس لكن باذن الله بنجيب الحلقه الجاي الحلقه الجاي لا الحلقه الجاي سبيريت مانتيكور حتكون يب الحلقه الجاي سبيريت مانتيكور باذن الله هلا هون خلينا على الكايوس هذا وباذن الله حروض الشو اسمه ما راح اتركه يعني اوكي انت شو مشانك اوكي هذا نام تحت البحر اتوقع انه ما يموت اموري تمام بقدر انزل بقدر انزل بقدر انزل انزل ممكن يا ترى في بيرانا تحت كم كم كبل ما انتبهت يا رب ما يكون كم كبل 10 الحمد لله الحمد لله خذ خذ والله خذ 11 تستاهل وربي ما سويت له سدل تسدوا ما سوينا له سدل يلا جو جو هسا نرجع نشوف اذا في لك سدل مطور عندي ولا لا يا ويلكم تعال تعال اوكي يا ويلكم اعطيني ان شاء الله يكون في عندي يا رب اوكي ابيكس دود ريبر ما عندي سدل له للاسف لازم نسوي السدل العادي حلو ممتاز جيب التجارب التجارب يا شباب اوكي بسم الله عم بفكر انسخه اعطيه امبرنت والله مو غلط والله مو غلط الحمد لله انه اخذ الامبرنت وما خرب الحمد لله تعال معي هسه حطيت واحد انا بده دقيقتين يعني بنروح وبنرجع تقريبا بكون منتهي فبنقول يا رب بسم الله جيب لي جيب لي النيوكليير تعال بس خلينا ننزل لفله ايي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 ي
يا عمي والله هيك لا حيطان رهيب. كليك يمين. كليك يمين. همش. سي. او ماي جاد. في عنده قلب؟ اوكي ما عنده قلب. طيب. اعطيهم بالله واحدة سيلة هنيك لشوف ايش عم تزيد. ها؟ سي؟ سي؟ ايش ذا؟ ايش في؟ قبل شوي انفجرت، هلا ليش ما انفجرت؟ عطى سي. الو؟ حاسين انه في شي غلط يمكن ما انا حاسس؟ عطى سي. والله ما ادري غريب، في شي غلط. تعال تعال معي تعال، في شي غلط تعال. والله ماني فاهم. بيني وبينكم ايش اللي صار؟ مع اني ما اعطيته امبرنتين. رايد. اوكي. سي. وات. طيب خلونا نعطيه ماكس ليفل، ما ادري هي كانت تفجر. بس ليش ما تفجرت؟ ما عندي علم. خلونا نشوف على لفت الفيلا نشوف ايش بصير. مع اني ما اعطيته اكس بي ومفروض ما يخرب. المفروض انه ما يخرب. طيب نعطيه الباقي بالدمج. اوكي كليك يمين. 25 مليون 25 مليون دمجه. سي. هات. الو في شي غلط يا شباب صار؟ ما ادري. اوكي لك قوة قوي.
كل اموره تمام، بس هي القنبله المفروض دمجت قبل شوي سبام، يعني عملت انفجار ماني فاهم. شكلي برجع بجرب اجيب واحد ثاني. والله والله قهرت، لا في اشي غلط صار والله. تعالي الكترك بحتاجك تعالي. اوكي قهرت. 3.3 بليون هيلثو، دمجه اسطوري بس مدري ايش صار له. خلينا ننزل دودركس هون هون الفخامه هسه حتكون. تعال بسم الله. 600,000 يعني معروف هذا. لا 600,000 كمان النار حطها. ها اوكي انا على ايش دخلت؟ شكلي دخلت على اشي غلط. مليون شوي بنكون. طيب سي عطا. تعال تعال كم بتدمج؟ 2000. اوكي اوكي اتوقع هذا لانه تكس ما بيدمج اتوقع. اوكي خلوني الف له، خلوني الف له عشان اقدر اقتل فيه براحتي. اوكي خذ الباقي دمج، خذ لك واحدة هيل يا حبيبي. تعال هي اي تعال لك شوف جيجا خذ دي. اوكي لا هذا بينزل قدامه نسينا. اوكي ما بين السبام ما ادري ليش، بس خلونا هون في برايم، هون في برايم وينه؟ كان هذا برايم ولك خذ. كم سبام هذا؟ شوف حاني ايش في؟ ايش في؟ اوكي تورطنا لحين نام الدريكس. ولقد نام ولقد نام. ما ادري احس حالي جبت العيد، احس حالي جبت العيد. طيب الله خليك نايم يا زلمه، حناخذ نجرب صاحبك هذا اللي ما معه امبرنت. قلبي حاسني انه من الامبرنت الغلط. طيب وهاد حاول اعطيه شو اسمه مايند وايب لنشوف. اوكي مشي حاله سي. ايوه شايفين هاي اللي عم بحكي عنها سي. اوكي اوكي اشتغل. اعطيهم سي نشوف. وات ذا هيك زدت لهني كهله وين راحت؟ والله شكله دايم. اوكي اوكي خلوني اروح، خلوني اروح ارجع على المكان اللي كنت فيه. اقدر اشوف للديمونيك. اوكي بس حطيته بالسول ونزلته وبيخرب. طيب انا بدي انزل، ممكن ما تطيرني؟ طيرني ما ادري شبو، ما ادري عن جد ما ادري شبو. يعني شوفوا هسه بعد عملت له رجعت ريسيت وكل شيء وما هو راضي، ما هو راضي يدمج هذيك الضربة. فيب خلونا نسحب عليه، شكله ابو كلب. اوكي لازم نجرب السبام عليه، لازم نجرب السبام. خلوني الف لو هذا، اذا ما خرب بكون الامبرنتنج، اذا خرب بيكون حرفيا هو خربان الديناصور. يعني هذا بدون امبرنت بدون شيء. اوكي حلو في اوريجين هون. انا بدي اشوف السبام، انا بدي اشوف السبام يا شيخ. عطني السبام كم؟ 14,000 14,000 3,300 شايفين؟ اوكي يعني هلا هالكليك يمين اوكي قوية.
تمام، بس السي المفروض كانت مره جباره. هم دمجوا بس 3000 اكس. لا في مشكله بهذول، هذول صار فيهم مشكله، هذول معدل فيهم لنبكيهم يا جماعه، حرفيا معدل فيهم لنبكيهم. الكيسر دمج صاير بطاطا. السبام اوكي، كليك يمين السبام تبعها كثير نار، كثير قوي، بس ما في مستحيل. شو عم يدمج 13000 13000 سبام بس. اوكي ما قد فشلنا في المهمة والله، وعن جد خيب امل. ان شاء الله ما يكون عامل نيرف لل شو اسمه للسبيريت مانتيكور والدراغون كايوس. الحلقة الجاية رح نجربهم باذن الله تعالى. اشوفكم على خير من هون لوقتها. السلام عليكم.